لو الحكاية فيها إن فيتو على سلامة البلد وعلى تأييد الرجل المحترم ده. انت هنا من امتى يا حاج؟ من 7 الصبح وقاعد مستني لبنتي، وربنا ان شاء الله يسهل واحط صوتي عشان مع بعض نرجع لمصر. يعني اكتر من كده انا مش عايز. بس طب تحب تقول للناس ايه النهارده؟ كله ينزل، كله يشارك، يعني دي بلدنا، مش احنا مش عايزين حد يبقى واصي علينا، لا احنا عايزين احنا اصحاب القرار. اكتر من كده مفيش، وربنا ان شاء الله ينجينا ويخلينا احسن دول العالم ان شاء الله، والخير قادم باذن الله، الخير قادم قادم قادم. انا ما بزرعش زرعه وباخدها تاني يوم، لا بستنى عليها لما تديني الكتاب. اكتر من كده يعني مش هقدر اقول حاجه تاني.